انطلاقا من أهمية الرعاية والحماية، ينطلق مؤتمر الخدمة الاجتماعية في نسخته 13 تحت شعار شراكات تحقق الحماية. يأتي المؤتمر برعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي. يهدف المؤتمر إلى تعزيز ورفع كفاءة مستوى العاملين في مجال الرعاية والحماية، تعزيز الشراكات بين المنظمات العاملة للحماية، وتبني نسق حماية وقائية للتقليل من المخاطر. يأتي مؤتمر الخدمة الاجتماعية في اليوم الأول بثلاث جلسات علمية يتخلله 15 من أوراق العمل، وفي اليوم الثاني ثمانية ورش عمل يقدمها خبراء وأكاديميون.